طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن شابتر 4. المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن شابتر 3، الانفايرمنت، وازاي الانفايرمنت ممكن يبقى فيه منها نوعين، انترنال واكسترنال، وان هي مجموعة من الفاكتورز that influence and influenced by the marketing team و department operations وكده. النهاردة هنتكلم بقى في شابتر 4 عن الماركتنج اوبريشنز والماركتنج تيم، بس من برسبكتيف معلوماتي، او من برسبكتيف اللي هو فين الداتا، فين الانفورميشن، نقدر نقول كده تو سبورت ذا ديسيجن ميكنج. يعني الفريق بتاع الماركتنج تيم عشان يشتغل محتاج ياخد ديسيجنز. عشان ياخد ديسيجنز هيبنيها على ايه؟ فالشابتر بيتكلم عن كده، هاو تو مانج او تو ميك يوز اوف الماركتنج انفورميشن، وازاي نوظف ده علشان ناخد انسايتس اكتر عن الكاستمر. طبعا كالعاده الشابتر بيبقى عنده كيس في الاول وتو شورت كيسز within الشابتر. انما خلينا نبدا بوضوح، يعني ايه اصلا ماركتنج انفورميشن سيستم، وبيتكون من ايه، وايه الكاستمر انسايتس، التركيبه وال يعني المكونات كلها الحقيقه في الرسمه دي. الكاستمر انسايتس اللي هي ايه؟ يعني احنا لو فكرنا الاول في الكاستمر انسايتس قبل ما نروح للجراف، ايه الكاستمر انسايتس؟ هتبقى ايه؟ هيبقى بنعرف ايه من اللي قلناه قبل كده. عايزين نعرف النيد، الوونت، الديماند. هل هو في مرحله نيد ولا في مرحله وونت ولا في مرحله ديماند، ولا هو في ترانزيشن ما بين ده لده؟ طبعا عايزين نعرف عنه هو نفسه. يعني عايزين اندرستاند الكاستمر نفسه، هو عنده ايه بيرسبشنز، عنده ايه فاليوز. ودي واحده من الحاجات اللي ممكن تعمل لها لينك ما بينها وما بين الاكسترنال انفايرمنت في الجزء اللي هو خاص بالديموغرافيكس. في الديموغرافيكس كان عندنا حاجه اسمها الفاليوز والبرسبشنز والاتيتيودز، وكمان تقدر تقول اللي هي الريتشوالز، العادات والتقاليد وال... طب ده تعرفه ازاي؟ انت لازم تتعرف على الكاستمر ده بكاستمر انسايتس. فالكاستمر انسايتس يوزنج ذا ماركتنج انفورميشن سيستم او الماركتنج ريسيرش كواحده من الادوات تقدر تعرفك ده، تقدر تعرفك هو في انهي حاله، نيد وونت، تقدر تعرفك الكور. الكور يعني هو ايه الفاليو اللي هو بيدور عليه، ايه الفاليو اللي بيدور عليه فتقدر توفرها له. تقدر تعرفك انت ايه البوتنشال او البوسيبل فاليو تو بي كابتشر. فتقدر تقول من الكاستمر انسايتس انها تتعرف على الفاليوز اللي تقدمها للكاستمر، تتعرف على الفاليوز اللي تاخدها منه، تتعرف على هو في نيد وونت ولا ديماند، تتعرف على هيز اون انترنال او بوسيبل ديموغرافيكس اللي هي جزء رئيسي من الاكسترنال انفايرمنت. فهنا قصدي تقدر تفكر في الكاستمر انسايتس بهذا الشكل. الماركتنج انفورميشن سيستم، مش عارف قريتوه ولا لا، بس تعالى نفككه كلايرز. يعني في عندك اللاير اللي فوق المانجرز والتيم، وفي عندك اللاير اللي تحت اللي هي يعني تقدر تعتبرها او تقدر تعتبر الاثنين سيركل، يعني بتحيط بال وعارضها في شكل لايرز، بس ممكن نشوفها برضو على انها سيركل. يعني فعندنا اللي فوق دول المانجرز بيدور على طريقه او ادوات يوبتين بيها انسايتس عن الكاستمر، عن الماركت. طيب وعندنا اللاير الخارجيه اللي هي الاكسترنال انفايرمنت اللي انتم عارفينها، وممكن يبقى معانا كمان الماركتنج انفايرمنت الانترنال. فبالتالي الماركتنج انفايرمنت اهي اللي هي دي معانا، فيها تقدر تقول الانترنال وتقدر تقول الاكسترنال، صح؟ البابليكس دي يا جماعه انترنال ولا اكسترنال؟ بابليكس اكسترنال. ها؟ اكسترنال اكسترنال انترنال انترنال. احنا اتفقنا ان البابليكس واحده من الحاجات الانترنال اللي تقدر تسيطر عليها بان انت تدي لهم معلومات وتعرف هم عايزين منك ايه، وتعمل معاهم كومبلاينس سواء كانوا خاصين بكوميونيكيشن او بابليك ريليشن او فاينانشال ريجليشنز مثلا، او مثلا زي كده قلنا جمعيه حمايه المستهلك ايه الشروط اللي عندكم، نعمل كومبلاينس معاها وناخد الستامب بتاعهم، احنا كده عملنا كنترول عليهم. فما تنسوش البابليكس واحده من الحاجات اللي بتلخبط. فالبابليكس انترنال، صح؟ انترنال. لو بصيتوا حتى في الكتاب في اول الشابتر هتلاقوها مع الانترنال. المهم ان احنا في الماركتنج انفايرمنت عندنا انترنال واكسترنال، وعندنا الماركتنج مانجرز. طيب يحققوا ازاي الانترفيس ده؟ كانه الانترفيس ده يا جماعه ثلاثه ستيبس اللي باللون الاحمر ان ريد: اسيسنج انفورميشن، ديفلوبينج او تقدر حتى تقول كابتشرنج انفورميشن، والاخيره انالايزنج. يبقى انت محتاج تاسس انت عايز تعمل ايه، كانه كده تو ريز ا كويستشن.
خلي بالك assessing information needs. فهيجي سؤال كأنه جاي سؤال من المانجرز، يعني ننتج البرودكت ده ولا لا، نروح الماركت ده ولا لا، السؤال ده محتاج له information. طب بس نتأكد السؤال ده valid، مطلوب، عايزينه. نروح هنا نأسس أو نديفلوب أو نكولكت الداتا أو الانفورميشن نفسها. الخطوة اللي بعدها نأنالايز اللي وصلنا له ده، فإحنا جبنا مجموعة من الانفورميشن ونعمل لها أناليسز. واضحة الستبس الحمراء الأول اللي باللون الأحمر إنها بترمز أكتر للسيستم، فالسيستم بيجي له سؤال يعمل أسسمنت للسؤال، للنيد بتاع السؤال، نيد أوف انفورميشن أصلا. لما يعمل أسسمنت يبتدي يجمعها، ديفلوبينج هنا يعني يجمعها واحده من الثلاث طرق اللي جوه دول: internal databases, marketing intelligence و marketing research. جمعها يبتدي يعمل لها تحليل، يعني يفككها ويعيد تركيبها تاني عشان يشوف يطلع منها بديسيجن ازاي. سهله الرسمه دي اتفككت؟ فبالتالي فرق ما بين الماركتنج انفورميشن سيستم ممكن يكون اهم مكوناته assessing information needs, developing يعني collecting، والثالثه analyzing و generating a conclusion. انما الثلاثه اللي جوه دول شايفينهم، الثلاثه دول دول ال possible ways of collecting or developing information، ودول اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل: ال internal database, marketing intelligence و marketing research. وطبعا الشابتر بيكمل اكتر في المربع او الخطوه الثالثه دي، الاوبشن الثالث اللي هو marketing research. سهل كده؟ حد عنده سؤال هنا؟ طيب لو اتحركنا كده الاساسنج الماركتنج انفورميشن نيدز، بتقول بالدرجه الاولى يبقى عندنا valid question. يعني ايه valid question؟ يعني الكويستشن ده ممكن يبقى حوالين حاجه من المكونات اللي اتفقنا عليها قبل كده. ايه الحاجه اللي اتفقنا عليها قبل كده؟ والله الماركتنج ميكس. يعني انت مثلا عندك كومبلينز من ان السعر عالي، فبتقول يا جماعه هل نخفض السعر ولا لا؟ عندك مثلا complaints من defective products او المنتجات بترجع فيها مشكله عايز تتبدل، او عندك مشكله ان مفيش مبيعات بتحصل اصلا، عندك مشكله انه الدليفري بيتاخر، عندك مشكله. فانت هتراجع كل ده ومن البروبلمز او الاوبورتيونيتيز اللي موجوده تقدر تطلع بسؤال. طب ايه واحده من الادوات اللي تعمل بيها ده؟ السوات اناليسيس. يعني السوات اناليسيس هي واحده ممكن التريس كويستشنز. طب بلاش البي سي جي ماتريكس، انت بتسال ازاي حول البرودكت ده من بوزيشن اوف دوج للكويستشن مارك، مش ده ممكن يبقى كويستشن؟ ده في حد ذاته سؤال. ازاي ارفع الماركت جروث ريت، وهعمله لوحدي ولا مع اخرين؟ طيب ازاي اتنقل من البوزيشن اوف كويستشن مارك للستار؟ ازاي ازود ماي ماركت شير؟ اعمل ايه؟ فممكن ده يبقى كويستشن. فالكويستشنز يا جماعه مش بتيجي هابهازردلي، بتيجي نتيجه اسسمنت او اناليتيكال ميثودز اللي احنا كنا اشتغلنا عليها، زي البي سي جي ماتريكس، زي الجروث ماتريكس، زي السوات اناليسيس. كل دي ادوات تقدر تطلع بيها اسئله. طيب طلعنا السؤال الفاليد، اجمع داتا منين او ايه مصادر الداتا؟ اول مصدر الانترنال داتا. يعني ايه انترنال داتا؟ يعني اتفقنا احنا في واحده من الخطوات الاساسيه وفي ماركتنج مانجمنت ان يبقى عندك ريليشن شيب مع الكاستمر، صح؟ طيب لما انت لقيت النمبر اوف كومبلينز عالي لان عندك ريليشن، اعمل بقى اناليسز للانترنال داتا دي، بص على الداتا اللي عندنا. فهل قفلنا فروع؟ هل غيرنا حاجه في خط الانتاج؟ هل غيرنا حاجه في البرفورمانس؟ هل غيرنا حاجه في الستبس؟ المقصود ارجع تو ذا الكترونيك كولكشن اوف كونسيومر او كاستمر اند ماركت انفورميشن اللي انت جمعتها اوريدي بالسورسز او بالنتورك او بالريليشنز بتاعت الشركه. عندي فروع، عندي اوتلتس، عندي ويب سايت، عندي اونلاين ستور، عندي موبايل اب، عندي كونكتيفيتي على مع العميل بالموبايل لاين. كل ده بيقول هو مبسوط، زعلان، عنده ملاحظه، في كومنت، في ريكومنديشن. اقرا ده وحلله الاول وحاول توجد منه سؤال اجابه. وطبعا واحده من الحاجات اللي بنوجد بيها اجابه زي ما انتم عارفين مثلا بالاستاتستيكال اناليسيس، فممكن ناخد الانترنال داتا دي ونعمل عليها استاتستيكال اناليسيس، فنقدر نطلع بص دايما اللي بيشتكي هو الجندر اللي من 18 سنه ل 20 سنه وميل ومن سكان اكتوبر وزايد. يبقى تعالى نشوف ليه دول بقى بيشتكوا وليه دول اللي دايما صوتهم عالي بمشاكل. نكتشف ان الفروع دي تحت اداره مدير واحد، والمدير الواحد ده لسه جاي جديد ومش كومبلاينت مثلا
مع الميثودولوجي والنو هاو بتاع الشركه، زي مثلا الستوري او الكيس بتاع زابوس لو انتم فاكرين. كان بيختار الايجنتس بتوعه بشكل معين، هو عنده باشن اصلا واورينتد بالدرجه ان هو لو مش اورينتد معانا بنقول له لا شكرا اتفضل فلوس وامشي، يعني مش هنقدر احنا نغير منك بشكل ما هو. فالانترنال داتابيزز سر من الاسرار الكبيره وسورس ضخم جدا تو ديفلوب يور اون ماركتنج انفورميشن. لو ما عندكش هتبقى كارثه. طب لو ما عنديش اعمل ايه؟ اجري اعملها. يعني واحده من النصائح الاساسيه واحنا بندي كونسلتنسي حتى في الماركتنج، عندكم داتابيز؟ لا. عندكم داتابيز ضعيفه، لو ما فيش نبنيها، ضعيفه نكبرها. كان حد اداني مره الايفالويشن شيت كده بتاعت مطعم يعني بتاع اكل، فبيقول يعني هنجمع ده ونحطه على اكسل شيت عشان تبص لنا بيه. قلت له طب بص شوف الكارد نفسه ده. فبصيت عليه ما فيش اي فرصه ان الكلاينت يقول ان في حاجه وحشه. يعني حتى البوينتنج سكيل اللي هو هيجي لنا في اخر الشابتر هنا، رائع ولا جميل ولا كويس، ما فيش حاجه وحش. يعني ما ينفعش، ما فيش اوبشن تتك ان الحاجه ويك او كده. طبعا غير ان الايتمز نفسها اللي احنا هنسميها بعد شويه الفاريبلز مش موجوده اصلا على الخريطه، يعني ما بيسالش عليها، ما بيسالش مثلا على السيتنج، ما بيسالش على نظافه المكان، ما بيسالش عليه اصلا. فبالتالي الديزاين اصلا معمول ما يجمعش المشكله فين. فدي نقطه مهمه قوي في الـ في الانترنال داتابيزز، وازاي تقدر تساعدك كواحده من السورسز. يعني البديل الثاني الانتليجنس. يعني ايه انتليجنس؟ يعني هجمع، خلي بالك عشان تفرق، يعني عشان كده حتى هم من اسمائهم سهله، كان الانترنال دي انترنال، يعني دي داتا من الفروع بتاعتك، من التعاملات الجمهور مع الاوتلتس بتاعتك، مع الويب سايت، مع الابلكيشن، معاك انت مباشره، او من الاوبريشنز بتاعتك الداخليه، جمع داتا عن الفاسيلتيز بتاعتك، بتشحن الحاجه ازاي، بتخزنها فين، بتعمل ايه، يور اون انترنال داتا. كان الانتليجنس دي ايه بقى يا جماعه؟ كان اكسترنال systematic collection and analysis of publicly available information, publicly available information about consumers, competitors, development in the marketing world. فبالتالي تقدر تروح لجمعية كذا أو وزارة كذا أو هيئة كذا أو مركز التعبئة العامة والإحصاء اللي هو الكاب ماس أو أي entity بتطلع بنسميها syndicate reports، تقارير دورية، وتقول أنا عايز أشتري ريبورت عن صناعة كذا اللي أنت بتشتغل فيها، مثلا صناعة الأكل، الفود أند بيفرج، عايز عن الفاست فود، طب عايز تقرير عن صناعه الاسمنت، عايز كده. لما بيجمع لك الداتا هو او بيطلع التقارير دي بيبيعها لك بفلوس، سواء كان طبعا لوكالي يعني الانتي دي محليه او انترناشونالي، بتساعدك بنسبه كبيره قوي. او جمع داتا بشكل دوري، ازاي؟ والله يعمل عندك واحد جوه الماركتنج تيم شغلته الانتليجنس، يدخل مثلا في المعارض ويشوف في المعارض اللي احنا بنشارك فيها كام واحد مشترك؟ 5000 غير ما يبقوا 300. طب ال 5000 دول مين منهم في السيجمنت بتاعتنا؟ مين منهم بيكومبيت معانا بشكل مباشر؟ مين الكومبيتيتورز؟ طيب الكومبيتيتورز دول ازور الاجنحه بتاعتهم، عارضين الحاجه ازاي؟ اسعارهم ايه؟ فانت جمع بابليكلي يعني حاجات افيلبل متاح. طب انت الستور عندك بتبيع اكل، او يعني انت الريستورانت عندك بتبيع اكل، روح كل عند الاخرين، مش دي بابليكلي انفورميشن؟ فروح كل شوف شكل الديزاين، شوف الويتر اتعامل معاك ازاي، شوف الكميه مقابل السعر، تقدر دي بابليك انفورميشن تقدر تجمعها. سهل كده الانتليجنس؟ قيمته ايه الانتليجنس؟ ان بيدي لك سبورت، سواء انت بتعمله بنفسك تاني، بس فرقه ايه حتى لو عملته بنفسك عن الانترنال؟ انه مش متاح عندك، دي حاجات عن العالم الخارجي اكسترنال. في بعض السايتس زي راديان يعني كويب سايت او كسيرفيس يعني بيقول اديني البراند، اديني اسمه، اديني كذا، ودي طبعا ديجيتالي انالايزد بديتا مايننج وديتا يعني اناليتيكال ميثودز مختلفه، هات البراند الفلاني، هات البرودكت الفلاني وانا اكلمك، لا اما براند بعينه يعني اسم الفلاني لبراند، او منتجات مثلا الاحذيه، الابارل، الجارمنتس، مثلا الشوز مثلا، او السبورتي مثلا كذا، او اليوتيليتيز، او السمارت فونز. ممكن يقول لك يا ترى البراند ده منتشر، بيتباع ازاي، موجود فين، اماكن تواجده، الناس بتقبل عليه ازاي. طب جاب ده منين؟ اما ان هو برضو بيكلف او بيبقى اسايند يعمل ريسيرشز لاخرين، او كلها بتمشي ديجيتالي ويجمع من البلاتفورم السوشيال ميديا وكل الببليكلي افيلبل داتا الارقام ويعملها كومبايليشن ويحاول يديلك انديكيتورز مؤشرات تعرف
الماركت مثلا بيجرو ولا لا، الماركت بيجرو في انهي سيجمنت، انهي اللي عنده اقبال اكتر واقل انسوق. فدي واحده من الافكار اللي بتحصل او ممكن نعملها في طيب ما عنديش قوي انترنال وما عنديش انتليجنس، او بلاش عندي الاثنين، يعني عندي انترنال داتابيزز وكويسه وقويه، وعندي انتليجنس وكويسه وقويه، بشتري ريبورتس وبروح انا اجمع داتا بنفسي ومشترك في سيرفيسز زي ريديان وغيره. طيب ايه بقى، ايه مشكلتك؟ لا انا عندي سؤال مش موجود لا في ده ولا في ده ولا في ده. انا هطلع موبايل جديد في فكره معينه بيشتغل اندرويد وويندوز مثلا مع فليكس، حجم الشاشه كبير، عايز اعمل انا بقى ماي اون نيو داتا كولكشن جاذرنج. ولذلك هنا بنفرق نوعا ما بين الداتا والانفورميشن. الداتا يا جماعه دي اللي انت هتجمعها بنفسك لديزاين انت اللي هتعمله، ريسيرش ديزاين هتعمله، انما الانفورميشن دي حاجه بروسيسد اوريدي، بروسيسد معمولها بروسيسنج. لو على الرسمه هنا عشان نشوف الماركتنج ريسيرش يعني ستيبس اهي، كام خطوه دول؟ أربعة. ديفاينينج ذا بروبلم، ايه المشكله؟ ايه السؤال؟ تاني يعني غير الاولاني اللي عملناه لما كنا بنقول عندنا انفورميشن ولا لا. ده سؤال بعد ما حاولنا نجاوب من الانترنال داتابيز وحاولنا نجاوب من الانتليجنس وما نفعش. ده سؤال جاي من الخطوات بعد الاثنين دول. من مشكله حقيقيه، من مشكله كبيره ما عرفتش اجاوب عليها من الانترنال ولا من الانتليجنس. فديفاينينج ذا بروبلم، احيانا نسميها للتسهيل بروبلم ديفينيشن. طب هي لازم تبقى بروبلم؟ لا اوبورتيونيتي. يعني انا من الانترنال داتابيز ومن الانتليجنس ما عرفتش اوصل لقرار اصدر للسعوديه ولا لا، ما عرفتش. فده كويستشن، مش لازم يبقى بروبلم يعني مشكله، هو كويستشن تو بي انسر، سواء بيتاكل بروبلم او بيتاكل اوبورتيونيتي. الخطوه الثانيه تحط بلان. بلان دي عشان افكرها لكم يعني عشان انتوا انجينيرز، ديزاين. سهل كده؟ انتوا تخصصاتكم ايه بقى تاني؟ فكروني يعني. انا كونستراكشن. حلو كونستراكشن مانجمنت. حلو قوي. فانت بقول لك الارض بتاعتي دي عايز ابنيها، فتقول لي كويس عايز تبنيها ايه؟ ده بروبلم ديفينيشن. مبنى، فيلا، برج، في اسمه ايه ده، جراج، في بيزمنت. البرج ده او المبنى او العماره دي هيبقى فيها جزء اداري، طب فيها جزء صحي مثلا مستشفى او حاجه، فيها محلات، فيها، هتسالني ده البروبلم ديفينيشن، انت عايز ايه؟ نعمل ايه؟ اللي من ضمنها حتى بتشوف التربه شكلها عامل ازاي؟ انما بعد ما تخلص كل ده بتعمل ديزاين، صح؟ ديفلوبينج ذا ريسيرش بلان فور كولكتنج انفورميشن، ده ديزاين. كولكتنج انفورميشن في الماركت ريسيرش هنعمل ديزاين، نجمع داتا جديده فريش تماما تبعا للديزاين ده عشان تعالج المشكله. كونستراكشن، الرسمه بتاعتك بتاعت الديزاين هتديها لمهندس تاني او ما يسمى بالمقاول، هيصب بقى العمود ويعمل الحفره ويطلع البتاع، هينفذ الرسمه اللي موجوده، صح كده؟ تمام مظبوط. فبالتالي هنا الاسسمنت الاولاني نعمل ايه؟ ده الديزاين اللي هو البلان، والثالث ده الامبلمنتيشن اللي هو انت بالنسبه لك هتحفر وتصب وتبني وترتفع بالبنيان بتاع العماره دي. بالنسبه لنا ريسيرش هنجمع اهي implementing the research plan اللي هي الديزاين عشان بالنسبه لكم تفتكروها، collecting and analyzing the data، اجمع داتا واعمل لها analysis. انت بقى هنا مش هتجمع داتا construction، انت هتبني بجد. وبالتالي انت طلع عندك عماره، انا بالنسبه لي طلع conclusion في research يقول صدر للسعوديه وبسرعه او اتاخر، والبرودكت ايه حسب الاسئله. يعني eventually ال interpretation or reporting or findings should answer، او الحقيقه must answer الجزء اللي بالاحمر ده، الاسئله اللي كانت ريزد وقت ما بدانا الريسيرش. واضح كده؟ تمام والله. يبقى كام ستيب كده عشان نعمل ماركتنج ريسيرش؟ ديفايننج ذا بروبلم، فور ستيبس، ديزاين، امبلمنتنج اللي هي كولكتنج داتا واناليسيس، الاخيره كونكلوجن وفايننج. صح؟ تمام. عشان بس اوريكم ال 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 يعني الاحساس بتاع فرقها ايه مثلا عن ساينتفك ريسيرش. لو هنعمل حاجه بشكل ساينتفك، هنا في النص كده في خطوه اسمها ليترتشر ريفيو. ايه خطوه الليترتشر ريفيو؟ نرجع للعلم للساينس اللي هو بالنسبه لك عشان تبقى عارف شويه، يعني لما بتحدد مشكله الارض دي والمكان ده او بتعرف يعني عايزين نعمل ايه، الخطوه اللي في النص دي لما ترجع للقواعد الانشائي وترجع للقواعد المعماري وترجع لقواعد كذا، الستاندرز دي الاكواد والستاندرز دي هتاخدها وتقول لي اتفضل ابني عمارتك، ولا هتاخد منها وتعمل لي ماي اون ديزاين؟
منها هتاخد منها الكود بتاع الانشائي الكود بتاع كذا الكود بتاع كذا وتعمل ديزاين يناسبنا انا بناء على الحاله بتاعتي صح. فالخطوه دي مش موجوده هنا عشان كده بنعتبر نوعا ما الماركت ريسيرش مش هو اعلى حاجه لسه في اعلى منه ساينتفك ريسيرش. متفقين؟ طيب فبالتالي عندنا هنا اربع خطوات ديفايننج بروبلم كويستشن ريزد وكذا ديفلوبينج ا ديزاين او بلان implementing يعني collecting data and analysis and then reporting أو finding answers أو conclusions. متفقين؟ دول الأربع steps. طب أنا ليه عملت جنب كده وتحركت لهم؟ عشان بس أوضح لك يعني أصلاً marketing research بالكلام اللي مكتوب هنا ده systematic كذا 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 ده جميل بس مثلاً هنا هو بيكتبه ما قالش بالضبط في الأول problem definition فخلاص بقى ما تقلقش مع أحمد وعبد الرحمن وبالتالي ما انتش محتاج يعني فيما يسمى يعني اي وقت assessment او evaluation او امتحان مش محتاج تقول الجملة دي. انا محتاج لو بقول لك يعني discuss the marketing research process from your own point of view يبقى انت تفتكر الاربع خطوات دول تقول ايوه اول حاجة to define the question the problem the raised issue to assess the need for a question opportunity problem observe يعني تقول ده and then to design my own plan to build to develop my own design. الخطوه الثالثه to collect data and to analyze it and then to interpret or to generate a conclusion. فانت خليك فاكر الستبس الرئيسيه بغض النظر عن الستيتمنت دي بالظبط مكتوبه ازاي. متفقين؟ متفقين. طيب بيقول بقى وانت بتعرف المشكله وبتختار يعني ريسيرش اوبجكتيف وكده عندنا ثلاث انواع من الديزاين ثلاث انواع من الديزاين ماشي الحال exploratory descriptive والاخير بيسموه causal او explanatory تفسيري يعني او بيفسر. انا عايز اشرحهم لكم بشكل الحقيقه يعني يهمني غير اللي مكتوب قوي هنا في الكتاب يعني هيبتدي يتكلم في الكتاب هنا عن كل نوع من الانواع دول وطبعا احنا قلنا الفرق ما بين السكندري والبرايمري وعشان ناكد تاني البرايمري دي يا جماعه انهي لو انا سالتكم بقى بالمناسبه يعني الخطوات بتاعه الماركتنج ريسيرش دلوقتي اللي كانوا اربعه لو سالتك امتى بنجمع سكندري وامتى بنجمع برايمري تقول لي ايه؟ نبدا بالبرايمري انهي خطوه في الخطوات اللي عندنا في الاربع خطوات بتوع الماركتنج ريسيرش؟ برايمري بص مكتوب ايه؟ انفورميشن طبعا يصح كان يقول داتا يعني collected for the specific purpose at hand specific purpose at hand. هو انت امتى عرفت وبنيت ديزاين لسبيسيفيك بيربس؟ لما كان عندك ديزاين فلو طلع لي فوق كده اهو تمام امتى تكولكت داتا هنا امتى هقدر اكولكت داتا يا جماعه؟ لما يبقى عندي ديزاين قبل الديزاين مش هقدر اكولكت داتا for my specific reason for my specific research for my specific focus ما اعرفش هجمع ايه بالظبط. امال السكندري عباره عن ايه؟ السكندري انفورميشن دي حاجه اوريدي بروسيس يعني جالي تقرير ان المبيعات بتقل ده بيريز كويستشن فانت هتجمع هنا سكندري انفورميشن اللي بتساعدك تديفاين ان ذير از ا بروبلم. سهل؟ سهل. اهي فعندنا حاجتين سكندري ويصح نقول عليها information لانها already processed. اهي بص information that already exist. exist فين؟ في الانترنال داتابيس بتاعنا. exist فين؟ في الانتليجنس. competitive intelligence. في الريبورتس اللي هتشتريها. طيب امال البرايمري داتا ايه؟ لا دي داتا هتجمعها مخصوص for your own purpose in hand. طب انا امتى عرفت ان بقى عندي purpose؟ لما خلصت problem definition وعملت design اللي هجمعه for this او for such design هو ده اللي اسمه برايمري. متفقين؟ متفقين. طيب علشان ارجع لل انا نزلت تحت سوري اسف عشان ارجع للجزء ده عايز ابسطه عليكم ويبقى برضه مرتبط بانجينيرنج برسبكتيف. عندنا كام نوع من انواع الديزاين؟ ثلاثه. اللي فرق ما بينهم ازاي؟ هقول حاجه بره ده وبتتقال قدام شويه. هسالك الاول يعني ايه فاريبل؟ فاكرين فاريبل؟ ايه هو الفاريبل؟ حاجة
جبر عندنا يعني حاجة متغيرة مش ثابتة. بص عشان اسهل عليك، هي ممكن احيانا بتبقى قيمتها ثابتة انما هي موجودة. صح؟ داني يعني لو سألتك مثلا او اسهل عليك، الـ variable ده هو component، الـ variable ده مكون صح؟ فبيكون شيء. تمام. ايه الكومبوننتس بتاعت الموبايل؟ او موبايل ايه الكومبوننتس بتاعته؟ مثلا سكرين وباتري وحاجات ومذر بورد. تاني وبروسيسور. ايوه ما تنساش السوفت وير. ها السوفت وير ما تنساش الديزاين. انا ممكن اشتري موبايل عشان فاريبل الديزاين، يعني ممكن يبقى الموبايل ده سريع، الديزاين بتاعه مش مريح، الماسكه بتاعته الابعاد كذا، الديزاين ده مريح مثلا، يعني اليوزر انترفيس مثلا يعني. فكل دول فاريبلز عشان ننبهك بس لتنجبل وانتنجبل. متفقين؟ طيب يبقى الفاريبل يعني ايه دلوقتي يا جماعه؟ يعني كومبوننت. الفاريبلز ليها صفات. اولا هسالك الفاريبل هنا مثلا اوف مثلا بيج سكرين اللي هي مثلا اباف مثلا 9 انش او 11 انش، ده يبقى اسمه موبايل ولا دي اوت اوف سكوب دلوقتي؟ يعني نعم يعني معلش تاني، الشاشه ال 11 بوصه دي فاريبل معانا ولا فاريبل اوت اوف سكوب؟ اوت اوف سكوب. انا بعمل موبايل اوت اوف سكوب. اوت اوف سكوب لانه بقى اسمه تابلت، بقى اسمه كمبيوتر كونكتد يوزنج جي اس ام، يعني بقى حاجه ثانيه. صح؟ عظيم. فبالتالي الشاشه الكبيره كفاريبل اوت اوف سكوب، يعني ترو ولا فولز؟ لا فولز مش معانا اصلا. طيب نرجع بقى نشوف فاريبل تاني مثلا زي مثلا الاوبريتنج سيستم اندرويد مثلا او او اس، ده معانا ولا مش معانا؟ لازم ما تدينيش حته حديده وتقول لي تصرف انت، مش هينفع يعني. فبالتالي الاوبريتنج سيستم ترو، فدايما الفاريبل موجود ولا مش موجود؟ دي واحده من صفات الفاريبل. الحاجه الثانيه ايه هي من صفات الفاريبل؟ انه كميته قد ايه. فاكرين انتوا المعادله بتاعتكم بتاعت انجينيرنج y equal x1 plus x2 plus x3 4 5 xn يعني؟ ماشي فاكرينها ولا ايه؟ اي ريجريشن موديل بسيط خالص. ايه مش فاكرين ولا ايه؟ ولا مش عايزين تفتكروا؟ ينفع كده؟ فاكرين. ينفع كده نخليها كده؟ ماشي. اعرضها بالراحه خالص اهو. فكانك انت بتدور على الالتيميت واي اللي هي دي، فبتقول انها بتساوي كونستنت، او الكونستنت ده هو بيطلع عندنا عشان داتا سيت بيطلع فاليو، انما فعليا هي بلس ماينس بيتا اكس 1. اكس 1 ده اللي هو ايه؟ الفاريبل اللي هو مثلا الشاشه الاوبريتنج سيستم. عايزه معاك ولا لا؟ اه موجود. البيتا كميته قد ايه؟ كميته قد ايه بقى زي ما انت عايز، ماتيريال انفستمنت وقت تريننج اورز زي ما يكون. وبالتالي انت عشان تعمل موبايل ناجح محتاج فاريبل اكس 1 ومحتاج البيتا، محتاج له كميه، ومحتاج تعرف الفاريبل ده لما زوده الناس بتتبسط. زي اقول لك مثال، مثلا الاكس 1 هنا البروسيسور ماشي، البروسيسور لازم يبقى موجود مش كده؟ طيب البيتا بتاعته يعني الاماونت بتاعته قد ايه؟ افترض الاماونت هنا اللي هي السبيد، سبيد اوف ذا بروسيسور، يعني لازم يبقى قد كده. طيب لما زود البروسيسور سبيد اللي هي البيتا احسن ولا لما قللها يبقى احسن؟ ما زود يبقى بوزيتيف مثلا مش نيجاتيف، وتبقى مثلا 0.9، يبقى الاماونت بتاع البروسيسنج باور دي تبقى عاليه وبوزيتيف، لان ده بيخلي الواي اللي هو الموبايل ده افضل. انما مثلا لو جت اكس 1 دي الويت، وزن الموبايل، وزنه، فالوزن اي موبايل هيبقى له وزن، اي موبايل اي حجم هيبقى، فالوزن موجود. البيتا بقى عايزينها تبقى عاليه ولا قليله؟ قليله. عايزينها كميه قليله، لان انت كل ما تقللي في الجرامز دي يبقى احسن. طيب أوه. ولما الريليشن مع كفاءه الموبايل تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني ازود الوزن تتبسط ولا اقلل الوزن تتبسط؟ لا اقلل الوزن اتبسط. فالريليشن انفرس، فده الفاريبل اللي هو الاكس، والبيتا هي مقداره قد ايه، مقدار مساهمته في الواي اللي هي الموبايل او الحاجه اللي بندور عليها، وبوزيتيف او نيجاتيف يعني بتزيد او بتقل. وبالتالي عندنا مجموعه من الاكسز بقى، اهي مجموعه من الفاريبلز لغايه اكس ان بعددهم 10 ولا 15 ولا 20. ماشي الحال. وعندنا صفه اخيره
اسمها significance. اذا كان عندنا amount و direction وكده عندنا صفة اخيرة اسمها significance. مش عارف اتعرضت اللي بالاحمر ده. يعني ايه significance يا شباب؟ يعني فعليا فعليا. خلينا اسألك انت يا عبد الرحمن. الموبايل اللي معاك. في الفاريبلز اللي قلنا عليها دي كلها. في الشاشة وفيها operating system. انت اشتريت الموبايل ده عشان انهي اهم فاريبل بالنسبة لك؟ بروسيسور مثلا. خلاص يعني مش فارق معاك الرام، مش فارق معاك الستورج، مش فارق معاك حجم الشاشه، مش فارق معاك جزء موجودين ويبقوا حلوين وعايزهم، بس انت اخذت قرارك في شراء الموبايل ده على البروسيسنج باور او البروسيسنج سبيد مثلا يعني، صح؟ فبقى ده السيجنيفيكانت، ده علامه الستار اللي بالاحمر اللي هي الاستريكت اللي فوق. سهل كده؟ صح. الحقيقه بقى انواع الديزاينز الثلاثه اللي هم فاكرينهم exploratory, descriptive و causal هم adjusted علشان يقيسوا التلات انواع دول من مواصفات الفاريبلز. نعمل لها run بالراحة. عندنا كم نوع؟ فكرة بس بعد اذن حضرتك، هو كده significant هتختلف، يعني هتختلف من واحد يعني كل واحدة بقى ليه significant مختلف. يس يس عشان كده انت محتاج تعمل، مش هتعرف تعمل market research مثلا كل العملاء بتوعك إلا إذا كانوا كلهم عبد الرحمن، يعني كلهم بروفايل عبد الرحمن. إنما ممكن يطلع فيه بروفايل عبد الرحمن، فيه بروفايل أشرف، وفيه بروفايل أحمد. فعبد الرحمن بيشتري عشان الكلوك سبيد، وإنت بتشتري عشان الستورج، أنا بشتري عشان وزنه، حجمه يبقى خفيف. فممكن نبقى إحنا التلاتة سيجمنتس اللي بتبيع لها. فمحتاج تعمل تلاتة موبايل، واحد سريع قوي لعبد الرحمن، مش تفرق معايا حاجة تاني، واحد ستورج عالي قوي لأحمد، واحد خفيف قوي لأشرف. فبالتالي انت جبت التلاتة سيجمنتس ودول اللي تعرف تنتج لهم او دول اللي تعرف تعمل لهم سيرفنج. يس بالظبط هو ده. عشان كده يمكن الشابتر اللي بعده بيتكلم على البيهيفير بتاع العميل وهو بيحب ايه وتادجست كل واحد ليه. بصوا بقى ادي الفاريبلز. لو بتقيس او انت بتدور الفاريبل يبقى موجود ولا لا، ولا بتدور الكميه، ولا بتدور ايا كان بقى مؤشر الكميه يعني وزن ولا كيلو ولا فلوس ولا ايه، ولا بتدور دايركشن ولا سيجنيفيكانت، اللي يساعدك في قياس كل واحده من دول هو نوع من الديزاين. فالاكسبلوراتوري مثلا يساعدك اكتر تكتشف الفاريبل موجود ولا لا. اذا كنت مجرد عايز تنزل الماركت فعايز تعرف يعني الناس عايزه ايه في الموبايل، يعني ايه الفاريبلز اللي الناس عايزاها اصلا. مثلا الكالرز ممكن تكتشف انه الالوان مش فارقه مع اي حد، لا مع السيجمنت اللي اسمها اشرف، ولا السيجمنت اللي اسمها عبد الرحمن، ولا السيجمنت اللي اسمها احمد. اللون ده يعني فاريبل مش في دماغنا خالص. طبعا ممكن يبقى في الفئه السعريه دي او في السيجمنت ده يعني او في الكاتيجوري دي من البرودكتس. فبالتالي انت لما تعمل الاستادي الاكسبلوراتوري الفوكس بتاعها ايه؟ What's included and what's excluded. ايه الفاريبلز اللي معانا وايه الفاريبلز اللي معانا؟ لان خلي بالكم الفاريبلز كتير. يعني لو نقعد نعد دلوقتي الفاريبلز بتاعت الموبايل دي، السبيد، الميموري، الستورج، حجم الشاشه، الالوان، الكفر، السكرين، نوع السكرين، نوع الاوبريتنج سيستم، الابلكيشنز، لا دوشه يعني ممكن تبقى عشرات من الفاريبلز. ولسه في حاجات الانتنجبل، الديزاين، التوزيع، البرايسنج، كل دي فاريبلز. فانت لما بتعمل اكسبلوراتوري ستادي عاده بيبقى عندك حجم كبير قوي من الفاريبلز، عدد يعني، تحاول تختصرهم عشان تشوف يا ترى مين اللي اشتغل عليه. الاستادي اللي تعتبر اعلى شويه اللي اسمها ديسكريبتيف، انك تعمل ايه؟ كل بقى فاريبل من اللي انت عملته في الدراسه اللي قبلها، او لو كان حد عمل الدراسه دي قبلك وافيلبل ساينتفكلي او ببلش يعني، تشتغل انت بقى على يا ترى كل فاريبل من دول كميته قد ايه واتجاهه قد ايه. اللي هي زي ما قال احمد، بس لحظه بقى، ما انا ممكن اعمل موبايل بامونت واتجاه لمجموعه فاريبلز لعبد الرحمن او سيجمنت عبد الرحمن غير سيجمنت احمد غير سيجمنت اشرف. يس ممكن تعمل ده. النوع الاخير من اسمه بقى شايفين اسمه ايه؟ كوزل. كوزن ديفكت. يعني احنا هنعرف عبد الرحمن واشباه عبد الرحمن اللي هي السيجمنت دي بيشتروا الموبايل بتاعنا ليه. مش معناه ان هو هدوله من غير شاشه ولا من غير ستورج ولا اوبريتنج سيستم، هدوله كده بس في الاخر عرفت السبب اللي علشانه بيختار، اللي هو قياس السيجنيفيكانت او هاو كريتيكال. الحقيقه الكتاب لما، لانه كتاب يعني ماركتنج وبزنس اكتر، لما بيخاطب ده ما بيحطش الجزء الساينتفك ريسيرش معاه ولا الجزء الانجينيرنج ده، فممكن تتلخبط شويه. تعال بص بقى هو كاتب ايه هنا. ماركتنج ريسيرش تو جاذر
preliminary information. طبعا المفروض كان يقول data. معلش بنعدل على الكتاب شوية. That will help define problems and suggest hypotheses. ايه الهايبوثيسز يعني؟ اللي هي الريليشن بتوين فاريبلز يعني. فالكلام كده ما يخليكش تعرف يعني ايه طب انا جمعت قبل كده انفورميشن اعمل ساينتفك ريسيرش عشان اجمع انفورميشن تاني؟ لا المره دي بجمع داتا. المقصود هنا انك بتجمع الحد الادنى اللي هو البريليمينري ده ايه الفاريبلز ذات انفلوينس ماي فينومينا او ماي ريسيرش عشان اشتغل عليها. طب التاني بص بقى اقرا كده ديسكرايب امسك بقى في كلمه ديسكرايب دي market research to better describe marketing problems situations such as market potential كذا 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 ليه بي ديسكرايب عشان كده حتى اسمه ديسكريبتيف يعني لانه بي ديسكرايب تفاصيل الفاريب كميته قد ايه واتجاهه ايه هل يا ترى ماشي بروبورشنالي مع الحاجه اللي بدرسها ولا ماشي انفرس وكميته قد ايه الاخير بيقول ده اللي بيتست الهايبوثيسز كلمه برده مش دقيقه بس اللي يهمنا ان بيتست الكوز اند افكت يعرف انهي فاريبل اللي بيعمل ده مثال بسيط يعني غير الموبايل الريسيرشز الاخيره دي نوعا ما هي اللي بنكتشف بيها ونعرف بيها الادويه مش انت الدواء عندك الحبايه الكبسوله اللي بنبلعها دي فيها اكتر من تركيبه اكتر من مكون يعني عشان تعمل التركيبه دي فيها اكتر من كل مكون فاريبل وكل مكون موجود يس لازم يبقى موجود ترو يعني ولا فولس كميته قد ايه ده مقدار بالملي جرام وبوزيتيف بيساعد عشان يعمل ايه ولا نيجاتيف انما الماده الفعاله هتلاقيها واحده بس ولذلك انت لو عندك مشكله وبتسال الفارماسيست يعني تقول له شوف لي الدواء ده يقول لك مش موجود بس في بديل يعني ايه بديل يعني تركيبه ثانيه خلطه ثانيه لشركه ثانيه بس نفس الماده الفعاله يعني ايه يا جماعه الماده الفعاله يعني variable of significance to hit المرض ده او البكتيريا دي او يعالج المشكله دي صباح الخير اوكم لا ما حضرتك سهل كده تمام طيب عايز انتوا عندكم اللي هي السلايدز دي حضرتك كنت بعت لنا السلايدز دي في اول ال اول الكونس لو عايزين قولوا لي على الواتساب ابعتها لكم تاني تمام طيب يبقى احنا كده خدنا انواع ديزاينز وخدنا انواع داتا برايمري وسكندري وعرفنا مواعيدها تتجمع امتى طيب تعالوا بقى نشوف هجمع ازاي يعني هتجمع البرايمري داتا ازاي ايه ادواتك في جمع البرايمري داتا عشان اسهل عليكم ادواتك في جمع البرايمري داتا باسمائهم اقروا كده معايا اوبزرفيشن سيرفي واكسبيرمنت اوبزرفيشن دي هنعمل ايه يا جماعه اهم ما يميز الاوبزرفيشن لما بتوبزرف حاجه بتتعامل معاها يعني لو عايز توبزرف مين لو عايز تلاحظني او تراقبني يبقى هتتعامل معايا ما انت بتراقبني تتعامل معايا ازاي يعني صح فاهم حاجه فيها ايه انك بتراقب الريسبوندنت بتتبعه بتقتفي اثره طبعا سواء فيزيكال اونلاين واحده من الحاجات اللي انتوا عارفينها مثلا سوفت وير صغير اسمه كوكي صح بتعمل ايه كوكي معانا في الويب سايت بتوبزرف بتجمع داتا عن البيهيفير بتاعك فتعرف عاجبك ايه هنا ومش عاجبك ايه هنا وتتعامل معاك ازاي انسوا طيب سيبني الاثنوغرافيك هنا نوعا ما هي اوبزرفيشنال برضو بس انت هنا مش بتراقب بكاميرا انت بتنزل تعيش معاهم يعني بتنزل وبيحصل شويه انتراكشن في الناتشرال انفايرمنت بس المفروض ما تقولهمش ان انت ريسيرشر يعني تبقى انت داخل مثلا الستور بتاعنا وقاعد في المطعم وانا قاعد معاك او كده تتجول في السوبر ماركت بتاعنا او في الاوتلت بتشتري الكترونكس وكده وانا بشتري جنبك وبسالك وبتكلم معاك مش قايل لك انا مش ريسيرش از ات ايثيكال طالما في اوبن سبيس وانا قايل لك ان المكان ده مراقب وانا بعمل عليك ريسيرش طبعا فيها ديبيت انما في الاخر في بابليك سبيس وانت قايل نوتيفيكيشن انك بتجمع داتا عن البرودكتس بتاعتك يعني هجري شويه اهو سيرفي يعني ايه سيرفي كويستشنز هتقعد مع الناس وتكلمهم asking people questions about their knowledge او كذا عشان افكرك يعني السيرفي دي كانك بتعمل انترفيو وبتقعد مع ناس تكلمهم يعني انت هتقعد مع ناس تتكلم معاهم يعني فرقها عن الاوبزرفيشن والاثنوغرافيك ان انت اتعاملت مع الناس متفقين طيب الاخيره اللي فاتوا كنا بنسالهم على الحاجه زي ما هي
بن اوبزرف زي ما هو. يعني انا بأوبزرف انت سبت الموبايل اخدته اشتريته عجبك جربت بتشوف المقاس بتشوف الوزن انا بأوبزرف اهو. في السيرفي قعدت معاك سالتك عجبك الحجم الوزن انا بكلمك مباشره. في الاكسبيرمنت من اسمها يبقى هنعمل ايه في الاكسبيرمنت؟ يبقى هنغير الفاريبلز. هدي لك موبايل حجمه كده اقول لك طب سيب ده خد الحجم الصغير. ايه ده تقول لي لا صغير قوي مش شايف. طب خد الكبير او كويس تقيل او تقيل يا طيب. طب جرب السبيد كده ايه ده عمال يفتح ويغمض يا عم ده بطيء قوي كده يا سريع جدا. هو سعره كام؟ اقول لك سعره كذا لا بس هيبقى غالي. فبالتالي في الاكسبيرمنت هنغير الحاله بتاعه الفاريبلز ونشوف رايك ايه. واضحه الفكره؟ بصوا كده بقى مش احنا كنا قلنا عندنا انواع الديزاينز دول صح؟ ثلاثه اكسبلوراتوري ديسكريبتيف كوز وفي كل واحد بدور على انهي فاريبل. بسالكوا سؤال بقى فوق ده يا ترى انهي طريقه جمع ديتا مناسبه لاني واحد من دول؟ حلوه الفكره دي. ممكن الاكسبيرمنت اخر واحده قلناها ممكن للكوزل صح؟ انت عايز تعرف السبب بالظبط ايه فهنقعد نغير ونبدل فالاكسبيرمنت ممكن تبقى مناسبه اكتر للكوزل. حلو يلا ايه تاني؟ السيرفي. سيرفي يعني هتقعد مع الشخص سواء تساله باسئله واضحه محدده او تتكلم معاه اهي. بصوا كده احنا عندنا بقى على الشمال هنا اكسبلوراتيف وكوزل. ايوه فممكن هنا اهو بص الكوستشنير والانترفيو اللي هم كانهم السيرفي يعني والاوبزرفيشن والاكسبيرمنت. الاكسبيرمنت زي ما قال احمد اللي انت هنا بتدور على سيجنيفيكانس فعايز اقعد ابدل دي الكلمه دي اسمها مانيبيليشن اللي هو التشينجينج يعني. الاوبزرفيشن مفيش تفاعل فممكن تبقى قريبه من الاكسبلوراتوري. انا لقيت مش فارق مع اللون انا لقيت مش فارق مع كذا فممكن تمشي يعني. الانترفيو والكوستشنير ممكن يبقوا بيستخدموا في منطقه الديسكريبتيف لانه بقعد معاك اتناقش يعني فارق معاك الحجم مقدار قد ايه واقعد في التفاصيل. واضحه الفكره؟ طبعا انت الانترفيو فرق يعني الكوستشنير الانترفيو بنتناقش يعني ما فيش سؤال محدد انما انا عندي فاريبلز وبناقشك فيها. انما الكوستشنير لا اسئله ورا بعضها بسؤال بسكيل جنبه 1 2 3 4 5 6 اختار تك بس. ولذلك ممكن يبقى مناسب مع الديسكريبتيف اللي هو حاجه محدده وعارف الفاريبلز ايه وتساله كميتها قد ايه. انما غالبا يعني السيرفي اللي هي كوستشنير وانترفيو الاثنين مناسبين مع الاكسبلوراتوري والديسكريبتيف. انما ديفينتلي لو رحت شويه ناحيه اوبزرفيشن هتبقى الاكسبلوراتوري اوبزرفيشن اكسبيرمنت هتبقى كوزل ريسيرش ديزاين. واضح شويه الاجزاء دي؟ تمام. الريكوردد فيديو بيبقى معاكم الماتيريال يعني قصدي الشابتر والتسجيل الفيديو ده ومعاكم اللي هي البي دي اف فيها السلايدز اللي اتكلمنا عليها. انا ده اللي يهمني يعني ممكن الباقي ده ممكن تاخدوه كده الاجزاء اللي هي الفرق ما بين كذا اللي هي التليفون التليفون والكوستشنير وميثودولوجي تبعته بريد ولا تبعته ورقي علشان وقتكم مضغوط يعني دي اكسترا فيرذر ريدنجز. انا اللي يهمني لغايه الجزء اللي وقفنا عنده ده فيما يخص يعني الايه الداتا كولكشن. ماشي الحال؟ نتكلم على السامبلنج علشان يبقى تقريبا قفلنا الشابتر. ماشي اوكي. طيب يعني ايه سامبلنج؟ سامبلنج بلان السامبل غير البوبوليشن صح؟ ايه البوبوليشن وايه السامبل؟ تعالوا اجيبها لكم في رسمه. هي هنا هنتكلم اهو عن السامبلنج بلان يعني ايه سامبل؟ يعني ايه بوبوليشن؟ والجدول اللطيف ده البروبابيلتي والنون بروبابيلتي دول ثلاث انواع وثلاث انواع. لو يعني خلصنا ده هيبقى تقريبا يعني خلصنا اللي احنا عايزينه من الشابتر ده. فتعالوا اجيب لكم الرسمه دي اهي الون نوت طلع عندكم. احنا لما بنيجي نجمع داتا لو انت بتجمع داتا عن موضوع معين في شركه يعني او عن عملاء العملاء بتوع الشركه دول مثلا 10,000 وانت بتركز على الانجينيرز اللي معاهم ام بي اي احنا بنقول فرق ما بين البوبوليشن وحاجه اسمها تارجت بوبوليشن. فرق ما بين حاجه اسمها يونيفرس والبوبوليشن نفسها. ايه الفرق ما بين الاثنين؟
ان انت هنا بتقول مثلا يعني مثلا انا بعمل ريسيرش عن كل مهندس درس بيزنس ديجري او درس ماركتنج كورس يعني، فال10000 دي التوتال يونيفرس، ال1000 دي البوبوليشن المفروض تجمع منها داتا اللي هم كل واحد فيهم اسمه اليمنت. تاني تاني انت انت ريسيرشر بتاع ماركت ريسيرش في الشركه دي، الشركه دي فيها 10000 واحد، وانت عايز تعمل ماركت ريسيرش تعرف يا ترى مين اللي ساتسفايد. فقلت لا انا هركز قوي، هعمل ساتسفاكشن بلان او كومبنسيشن بلان لكل مهندس معاه ام بي اي او كل مهندس درس بزنس كورسز يعني. لما عديت دول طلعوا 1000، ال1000 دول يبقى اسمهم ايه؟ هم دول البوبوليشن، لان دول اللي قلت هتعمل عليهم ريسيرش. افترض حاجه ثانيه، افترض انا ببيع ل 10000 عميل، ببيع منتجات البان ل 10000 عميل، ال 10000 عميل دول انا قلت لا انا عايز اطور في الزبادي، الزبادي بتبيع لكام واحد؟ ببيع ل 1000 واحد، يبقى ال 1000 دي هي البوبوليشن، لانك هتعمل ريسيرش عن كل منتجاتنا ولا عن الزبادي؟ الزبادي. يبقى هم ال 1000 هي اللي اسمها بوبوليشن. كل واحد بيشتري مننا زبادي بياكله بيتعامل عليه بيدينا فيدباك بيشتريه اسمه element. سهل كده؟ سهل. السؤال الاولاني نجمع من اليونيفرس اللي هم ال 10000 كلهم كل اللي بيشتروا مننا منتجات البان، ولا نجمع داتا من البوبوليشن؟ لا نجمع داتا من البوبوليشن، لان انا قلت هشتري وبعمل assessment للي بيشتري مني زبادي، صح؟ صح. طيب هل تقدر تجمع من الألف؟ الحقيقة الأصل إنك تجمع من الألف. ليه أجمع من الألف؟ لأنه دايماً بيبقى عندنا اختلاف ما بين الإلمنتس وبعضهم. يعني في عبد الرحمن وفي أحمد وفي أشرف وفي حسين وفي محمود وفي يارا وفي إيمان. إيه الأسماء دي؟ كل واحد عنده his own perspective his own diversity. فبنقول إن الأصل بالذات في social studies تجمع من البوبوليشن. عارف لو فلو بتاع مية مثلاً أو تربة، فبتقول خلاص يعني التربة ما بتتغيرش كل 20-30 متر أو 200 متر مثلا، صح؟ فلو خدت حتة من هنا مش لازم أخد من كل متر يعني، صح؟ ليه؟ لأنه طب. عندك ساينس بيقول إن بص التربة في منطقة أكتوبر مثلا كل 400-500 متر شبه بعض، فكل ما تيجي تبني لكل 400-500 متر اعمل جسة مثلا يعني، صح؟ أيوة صح، تمام. فنفس الفكرة أنت هنا بتجمع، كأنك بتجمع إيه بقى؟ الجسة دي كأنك بتجمع سامبل. طب ليه جمعت سامبل؟ والله أصل هم شبه بعض قوي فجمعت من دول وخلاص. في السوشيال ستاديز ما عندناش الرفاهية دي، الناس بتبقى مختلفة عن بعض قوي، فبنفضل تجمع من البوبوليشن. فبقت مين البوبوليشن؟ هي مجموع الإليمنتس that match your problem definition. طب بقت مين السامبل؟ part of the elements part of the elements selected بشكل ما أو بآخر. إيه الشكل ده؟ يا probability يا non probability. فانت هنا مثلا لو جمعت من الالف يبقى جمعت البوبوليشن كلها. لو انت شايف ان البوبوليشن كلها شبه بعض هتجمع من مجموعه منهم، المجموعه الصغيره دي اسمهم ايه؟ سامبل. الشخص اللي جمعت منه جوه السامبل افترض معايا ان دول 70 واحد واللي بره دول 1000 الدوت دول. ال 70 واحد دول اسمهم ايه؟ اسمهم سامبل، وواحد واحد فيهم اسمه ريسبوندنت. تمام. واضح كده يا عبد الرحمن؟ ايوه. طيب بيجي عبد الرحمن يقول ايه؟ بس لحظه بقى، لما جمعنا ال 70 واحد دول كلهم ميلز، يقول لك معاك حق، ايه المشكله يا عبد الرحمن؟ تقول لا المنتج بتاعي الزبادي بياكلوا ميلز وفي ميلز. اقول لك طيب تعالى بقى نمسك البوبوليشن، نروح ناخد سامبل وناخد سامبل من الفيميلز بالظبط. فاقسم البوبوليشن الاول يا احمد اهو يا جماعه، احنا كام؟ 1000 مثلا، 500 بنات 500 اولاد، او 700 و300. هات من دول سامبل ومن دول سامبل، فبقيت عندك سامبل باللون الاصفر تعبر عن دول، وسامبل باللون الاورنج تعبر عن دول. يجي احمد يقول لا لحظه، ما الولاد دول في منهم ساكنين في القاهره وفي بره القاهره، خلاص اقسم تاني، وكذلك البنات اهو. فاحنا بنقعد نقسم البوبوليشن، ومن كل سيجمنت او من كل جروب بناخد سامبل. علشان ايه؟ علشان نماتش السامبل والسيجمنتيشن اللي انت كنت عاملها. فاكرين لما قلنا يعني ايه سيجمنتيشن؟ يعني تقسم الماركت، ازيف ان ده بالنسبه لك الماركت وانت مقسمه،
بتبيع لي ميلز من القاهره، ميلز بره القاهره، في ميلز جوه القاهره، في ميلز بره القاهره. فلما تقسمها بهذا الشكل انت بتوصل لتقسيم يقارب الواقع اللي عندك، وبقيت بتاخد من سيجمنت فيها تشابه شويه علشان تقرب لشكل ادق من الاوتكم اللي طالع اوف يور داتا كولكشن. طبعا لو قعدت تقسم كده كتير اخرها انك تجمع البوبوليشن كلها. لو هتقعد تقسم كده يعني نقعد نقسم 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 على مواصفات معينه، خلاص بقى جمع البوبوليشن كلها، فانت هتوقف عند المستوى اللي يجيب لك انفورميشن او يعني كولكت داتا تجنريت انفورميشن مناسبه من غير ما تبقى تعبت قوي ولا وقفت عند مستوى مبكر تبقى جمعت من ميلز بس مثلا. سهله كده؟ تمام. ده اللي بيقوله هنا اهو. لو رجعنا هنا كده ده اللي بيقوله على فكره السامبلنج، ان عندنا حاجه اسمها population هي التوتال، وعندنا حاجه اسمها سامبل اللي هي بارت اوف ذا population. تبقى في فرق ما بين ده وده. فالسامبل بتمثل ايه؟ جزء من البوبوليشن. طب البوبوليشن تمثل ايه؟ الاليمنتس او الريسبوندنت ذات ماتشنج او تو ماتش اوف يور ماتشز يور بروبلم ديفينيشن. سهل كده؟ ببساطه بقى يعني ايه probability ونون probability؟ دي سهله، ممكن نقف عند التيبل ده ونتكلم فيه. الفرق ما بين probability ونون probability هي ان انت هتعمل equal chance ولا لا، يعني هتدي كل element فرصه مكافاه انه يظهر في السامبل ولا لا. طب ايه الفرق؟ الحقيقه بيقولوا في الاستاتستكس ان انت لو ضمنت equal chance باستخدام probability ودول انواعها الثلاثه، بتضمن انه السامبل اللي طالعه بتعبر تماما عن البوبوليشن. يبقى اللي شفته في السامبل هتشوفه في البوبوليشن، طبعا بنسبه كونفيدنس وايرور اللي خدت بيهم الداتا. يعني مثال سمبل راندوم يعني ايه؟ يعني الدايره الاورنج اللي جوه الدايره البلو اللي هي سامبل اوت اوف ذا بوبوليشن. بس طبعا عندنا ايكويشن وعندنا ماثيماتيكال ايكويشن يعني بتعملها، او اوتوميشن بتعملها برنامج احصاء اس بي اس اس ماتلاب او بالاكسل حتى. يبقى انت كده عملت ايه؟ مش شايفين الكلمه ايه؟ every member اللي هو element of the population has a known and equal chance. لو ضمنت فرصه مكافاه، ودي بتتعملش باي شكل كده يدوي يعني manually، دي اسمها بهازر ما اسمهاش random يعني. manually دي يعني ما تضمنش equal chance، لازم هيحصل لعب في التشانس مهما حاولت يعني. فالمعادله الماثيماتيكال بتضمن لك ده، بس هي الفكره الكونسبت اوف random عباره عن ايه؟ انك ضامن equal chance. طب امال الاستراتيفايد دي ايه؟ بنقسم البوبوليشن، بنقسم البوبوليشن راسي. يعني ايه راسي؟ يعني مثلا تقول من سن مثلا 10 سنين ل 15 سنه، من 15 سنه ل 20، 20 ل 25، 25 ل 30. ده كده تقسيم راسي. مثلا سنه اولى او ليفل 1، سنه ثانيه ليفل 2، سنه ثالثه ليفل 3. الليفلز دي اسمها استراتيفايد. فلو قسمت البوبوليشن بتاعتك راسي كده يبقى اسمها ايه يا جماعه؟ ستراتيفايد، اللي هي ليفلز يعني. طب كلاستر او اريا لو قسمتهم بالجنب بالعرض، يعني مثلا كونستراكشن، الكترونكس، كوميونيكيشن، طيران، ده عباره عن ايه؟ دول مش بترتبهم فوق بعض، دول تخصصات جنب بعض. مثلا ليه بنسميها اريا؟ القاهره، الجيزه، اسكندريه، البحيره، المنصوره، دول مش متركبين فوق بعض، دي مناطق جنب بعضها. جوه الشركات مثلا ماركتنج ديبارتمنت، ار ان دي ديبارتمنت، سيلز ديبارتمنت، طالما الديبارتمنت في نفس الليفل يبقى اسمها كلاستر. لو كانت متطبقه جغرافيا على الارض بنسميها اريا. يبقى كان يعني الكلاستر والاريا افقي والاستراتيفايد راسي. كليه هندسه فرع القاهره، كليه هندسه فرع زايد، دي تبقى ايه بقى؟ استراتيفايد ولا كلاستر؟ كلية الهندسة فرع القاهرة، كلية الهندسة فرع زايد، دول فوق بعض كده ولا جنب بعض؟ كلاستر. كلاستر اريا يعني، كلاستر اريا لانه في نفس المستوى، مفيش واحدة فيهم قبل التانية يعني، مفيش حاجة قبل حاجة. طب سنة أولى سنة تانية، هي دي الاستراتيفاي، ده اللي هي البروبابيلتي. طيب النون بروبابيلتي، النون بروبابيلتي معناه ان انت هتتدخل في التشانس، انت كريسيرشر اللي هتعمل التشانس مش المعادله الرياضيه.
لان خلي بالك في الـ في الاستراتيفايد والكلاستر احنا بنرجع ناخد راندم تاني، فكأن الراندم جوه الاثنين دول، يعني بعد ما تقسم سنه اولى ثانيه ثالثه بتاخد راندم من كل سنه. كلاستر مثلا اتصالات وكمبيوتر ساينس وكونستراكشن، يبقى من كل ديبارتمنت تاخد سمبل راندم، فالسمبل راندم هي اللي بتحقق لك البروبابيليتي فعليا. في النون بروبابيليتي لا، ذا ريسيرشر ار سيتنج ذا تشانس. يعني ايه بقى في الكونفينينس؟ بيقولوا عليه كده ذا موست ايزلي اكسسبل ريسبوندنت، يعني انت هتفتح باب الشركه او تروح اي فرع من فروع الشركه الاوتلتس، انت عم بتاكل بتشتري زبادي من عندنا، اه جاوب لي الكوستنير ده، او تعالى نقعد نعمل معاك انترفيو. واضحه الفكره؟ ده اللي اسمه كونفينينس. اول واحد تقابله ينطبق عليه المواصفات، وبالتالي انت ما اديتش ايكوال تشانس، لان اللي جه النهارده اللي مش قادر ينزل اللي ما شافكش وهكذا. طيب جادجمنتال او جادجمنت، انت بتقول لا بص بقى، انا مش هسال واحد او اي واحد بياكل زبادي، انا هساله الاول انت بتاكل زبادي قد ايه في اليوم؟ لو ازيد من علبتين هساله، اقل من علبتين لا مش هساله. ليه؟ انا عايز واحد بيستهلك ازيد من علبتين في اليوم. هسال الطلبه المتفوقين اجيب الامتحان ازاي، او هسال الطلبه اللي جابوا جريدز ضعيفه اجيب الامتحان الفاينل ازاي. ليه؟ دي جادجمنتال كرايتيريا حطها ريسيرشر عشان يحكم عليه. هنا بقى بيقولوا في البروبابيليتي تقدر تعمم سواء كانت سيمبل او كلاستر، واللي حصل مع السامبل هو اللي هيحصل مع البوبيليشن. في النون بروبابيليتي اللي شفته في السامبل مش لازم هو اللي يتحقق مع البوبيليشن، واكثرهم الكونفينينس ممكن يطلع اختلاف كبير جدا عن البوبيليشن. طب الجادجمنتال بيقولوا اللي جمعته من الناس مثلا اللي بياكلوا زبادي اكتر من علبتين، الريزلتس اللي هتطلع لما تطبقها هتعجب الناس دول اكتر، اه لان انت كنت جامع الداتا من دول اكتر. الكوتا، الكوتا انك تسيت الكرايتيريا نوعا ما عكس الواقع. يعني ايه عكس الواقع؟ مثلا يعني عندي مثلا في الشركه 1000 موظف، 300 منهم جداد و700 قدام، هتعمل ايه يا ريسيرشر؟ انا هجمع من 50 واحد مثلا يعني. طيب هتاخدهم منين ال 50 دول؟ هاخد 40 واحد من ال 300 و10 من ال 700 القدام. انت هنا غيرت الويتس صح؟ واخدين بالكم من الويتس؟ كان عندي 70 30، لما هجمع من 50 واحد قلبتها تقريبا 90 10 مع ال 70 وال 30، فجبت الغالبيه من اللي هسالهم من الاقليه اللي موجوده في الشركه، وجبت اقليه في السامبل من الاكثريه او الماجوريتي اللي موجود. طب ليه؟ ايوه ما انا بجدد واعمل سيستمز جديده وكده، فمش عايز الناس القديمه دي يبقى فكرها هو اللي غالب، فاخد داتا اكتر وابني الريسيرش بتاعي والاوت كام بناء على رايه مثلا. تمام كفايه كده النهارده؟ لا كفاية، علشان عايزكم تقروا الشابتر ده كويس، كان نفسي نتكلم على شابتر 5. خلونا نقرا الشابتر ده ونتواصل بكرة بالليل ان شاء الله على الجروب بتاعنا نشوف عملنا ايه. بس خلينا نقول ان احنا كده خلصنا شابتر 4، اقروه وفهموه وارجعوا لي تاني باسئلة او باستفسارات. تمام.